أعلنت الإعلامية والناقدة الفنية الكويتية مي العيدان كسب قضيتها ضد مواطنها الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني. وقالت العيدان: الشكر لله ثم للقضاء الكويتي النزيه ثم الشكر للمحامي دار الووان. تم اليوم الحكم لصالحي بقضية شتم ضد المدعو فيصل ظاهر الشمري الملقب بأبو طلال الحمراني وإدانته بعد أن قام بالإساءة لي بعرضي وشرفي وسمعتي علانية. وأوضحت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أن الحمراني طعنها في شرفها من خلال تغريدة آثمة غردها على حسابه بتويتر ضدها بعد تعرضها قبل أقل من عام للمضايقة من قبل وافد مصري وتتبعه لها لباب منزلها. وطالبت الإعلامية الكويتية على إثرها بإصدار قانون بتسفير أي وافد يقوم بمثل هذا التصرف تجاه مواطنة إسوة بقوانين مماثلة في قطر ودول أخرى بحسب قولها. وأضافت أن الوافد يأتي للبلاد من أجل الرزق والبحث عن الحياة الكريمة وليس من أجل مضايقة المواطنات وطلب أشياء محرمة. وتابعت العيدان: قام المدعو أبو طلال الحمراني بكتابة تغريدة لفق من خلالها إشاعات هو مصدرها الوحيد، ومن تأليفه غرضها المساس بعرضي وسمعتي وشرفي. ومضت قائلة: الحمد لله لجأت للقضاء الكويتي النزيه والحمد لله أنصفني بحكم غرامة لدولة 500 دينار وتعويض 500 آخرين وجاري الاستئناف والمطالبة بفتح الدعوى المدنية ضده ولرفع مبلغ التعويض للأضرار النفسية الاجتماعية التي تسبب بها بالتغريدة الكاذبة التي لفقها ضدي. وأكدت العيدان أن الغرض من القضية التي رفعتها ضد مواطنها هو إيقافه عند حده ضدها على الرغم من أنها لا تعرفه ولا يوجد بينهما أي خلاف سابق أو معرفة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي وذلك بعدما أعلنت العيدان تعرضها للمضايقة في الكويت. حينها تناول الإعلامي الكويتي المعروف بأبو طلال الحمراني الموضوع بطريقة بدا فيها وكأنه يلمح إليها وكتب آنذاك عبر حسابه في تويتر في مشهورة تشتكي من المضايقة وهي أكثر وحدة ضايق رجال منهم ملحن معروف جدا وأشار إلى أنها كانت تطارده في كل مكان وحطمت سيارته أمام معهد الفنون المسرحية كما قامت بتهديده بتدمير أسرته لولا تدخل كبار المطربين للتوسط له واللي يبي يتأكد يروح يسأل أشهر مطرب في الكويت عن سالفتها.